ابو حمدان اذن العمليه مخالفه. نعم مخالفه. ايه تعرف ان الشروط هذه تكون خاصه بالمسالخ. في المسالخ نعم. نعم. لا مكان مهيأ ولا اي شيء. يا رجل حتى نفس العماله غير مهيئين للعمل هذا. فعلا. العماله كلهم مخالفين وغير مهيئين. ممتاز. اذا اللي قاعدين نشوفه يا جماعه الخير يعطيك العافيه ابو حمدان. اذا اللي قاعدين نشوفه هذا كله يا جماعه الخير عمل مخالف لهذا المطبخ اللي واجهته صورتها لكم بالبدايه. بسم الله ما شاء الله على نظافته من داخل ومرخص، ولكن باقي هذا المطبخ اللي صورته لكم من هذه الاماكن واللي قبله واللي قبله كلها مخالفه وغير مرخصه. والآن تبدأ أولى العقوبات في إتلاف هذه اللحوم مجهولة المصدر حفاظا على صحة الإنسان.